في إطار متابعة الكلية الجامعية لطلابها وطالباتها، كانت الكلية في استقبال مجموعة من الطلاب والطالبات الذين عادوا مؤخراً من رحلة تعليمية في مجموعة من الدول الشريكة. هؤلاء الطلبة عادوا من رحلة دراسية استمرت لفصل دراسي واحد في جامعة الشرق الأوسط التركية وجامعة فالنسيا الإسبانية. أيضاً تقوم الكلية الجامعية من خلال شراكتها في مشروع إراسموس بلس ممول من الاتحاد الأوروبي بتغطية رسوم هذه الطلبة، بتغطية رسوم السفر والإقامة والرسوم الدراسية. أنا هلأ بصول فلسطينية أخيراً، طبعاً بعد معاناة. طبعاً كانت تجربة كتير كتير حلوة، استفدت أشياء طبعاً عمري ما كنت أتوقع أن أستفيدها. كانت التجارب كتير كتير حلوة، وعلاوة على ذلك العلامات اللي حصلتها كمان هاي علامات كتير كتير جيدة، بطبعاً شهادة طبعا مدرسيني ومدرساتي في إسبانيا. وأخيراً بقولكم تميزوا باختيار كلية جامعية مثل ما تميزت واخترت كلية جامعية للعلوم التطبيقية. شكرا لكم. تجربتي كانت تجربة استثنائية فريدة من نوعها لدراسة بنت شرقية في عالم وحضارة مختلفة. كانت فرصة المشاركة في جامعة فالنسيا في إسبانيا فرصة عظيمة قيمة، أضافت لي معلومات جديدة ومعارف جديدة. هناك أوجه تشابه كبير بين الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة والجامعات الأوروبية، وخاصة جامعة فالنسيا التي أنا خضت فيها التجربة. هاي التجربة كانت جداً رائعة، تعلمنا واستفدنا منها كتير أشياء، سواء على صعيد شخصيتي تغيرنا كتير، صار كفتاة في العشرين اعتمدت على حالي أكتر، زادت ثقتي بنفسي أكتر. طالع عليك الأمن الفضائية، كان من المواقف كانت الواحد صراحة شوية دمع عليه، عمال شاف أولاده وبناته وإجوا والحمد لله سالمين بعد رحلة معاناة طويلة استشعرنا فيها كل اللي مريتوا فيه. بشكر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي منحتني الفرصة للدراسة في الخارج. شكراً كثير لكم على إتاحة هاي الفرصة لإلنا، وعلى أعطائنا هاي الثقة اللي جداً خلتنا فخورين وسعيدين إنه إحنا ننتمي لهاي المؤسسة العريقة الكلية الجامعية. شكراً كثير لكم.